مش بس الدولار اللي بيزيد، كمان لأول مرة في تاريخ الجنيه المصري الريال السعودي يعدل 5 جنيه، وده يخلينا نسأل ايه السبب وليه الريال بيزيد؟ هل ليه علاقة بالدولار هو كمان؟ خليكم معانا بالفيديو ده علشان تعرفوا كل التفاصيل. كتير من الناس كانت متوقعة وصول الدولار ل 19 جنيه وأكتر كمان في ظل الزيادات الأخيرة لسعر صرف العملة الأمريكية، بس اللي فاجأ الناس هو الريال السعودي. فعلى حسب بيانات البنك المركزي المصري، الريال السعودي بيزيد من فترة وعدى كمان 5 جنيه بالفعل. طيب إيه السبب؟ سهر الضماطي نائبة رئيس بنك مصر السابقة قالت إن الريال السعودي اقترب من مستوى 4 جنيه و90 قرش قبل 8 سنوات، لكنه ما عداش 5 جنيه أبداً. ورغم كده الضماطي شايفة ان مستوى سعر صرف الريال السعودي قصاد الجنيه المصري في الوقت الحالي امر طبيعي جدا، لان الريال عملة مرتبطة بالدولار، فلما سعر الدولار بيزيد الريال كمان بيزيد. اتفق معها كمان الخبير الاقتصادي هاني جنينة اللي قال ان اغلب دول الشرق الاوسط بتقيم عملتها بسلة من العملات الكبرى عالميا. وضح كمان ان نظام سلة العملات هو ان البنك المركزي في اي دولة زي مصر بيحدد معدل سعر الصرف قياسيا بمجموعة من عملات بيختارها حسب قوته العالمية وحجم التجارة البيئية بين بلده والدول التانية. بالنسبة لمصر فالجنيه بيتقيم حسب سلة من العملات بتضم الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني والين الياباني والعملة الاوروبية الموحدة اليورو واليوان الصيني. اما السعودية فسعر عملتها مرهون بالدولار بس، ومع ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري وربط السعودية للريال بالدولار، متوقع كمان ان سعر الريال هو كمان هيزيد. هنا يفضل سؤال مهم جدا، يعني ايه ربط عملة بعملة تانية وليه النظام موجود؟ ربط أي دولة لعملتها بالدولار معناه إن البنك المركزي في الدولة دي بيحافظ على قيمة ثابتة لعملته قدام الدولار. يعني مثلا السعودية هتحدد قيمة الدولار بخمسة ريال، ولو البنك المركزي لاحظ أي ارتفاع أو انخفاض في القيمة اللي حددها بيستخدم مجموعة من الأدوات زي شراء أو بيع سندات الخزانة بهدف الحفاظ على وجود كمية معينة من الدولار بتثبت سعر الصرف في السوق. وربطت دول الخليج عملتها بالدولار الأمريكي لعشرات السنين في محاولة منها كمان لتقليل مخاطر أسعار الصرف الأجنبية بالنسبة لدول المنطقة اللي جزء كبير من إيراداتها جاي من النفط اللي أصلاً بيتباع بالدولار في السوق العالمية. الربط ده وفر لدول الخليج ميزة استقرار سعر العملة، لكنه في الوقت نفسه كمان حجم من حرية البنوك المركزية، لأنها كمان مضطرة أنها تواكب قرارات أمريكا الاقتصادية للمحافظة على سعر العملة. كلنا شفنا ازاي لما الفيدرالي الامريكي بيرفع سعر الفايدة على الدولار فورا الدول الخليجية هي كمان بترفع سعر الفايدة على عملتها، من ضمنها كمان الريال السعودي. انتم كمان قولولنا ايه توقعاتكم الفترة اللي جاية لسعر الدولار وباقي العملات قدام الجنيه؟ هل الزيادة هتستمر ولا الجنيه هيصمد؟ في انتظار تعليقاتكم.